تفاضل جزئي. انت عندك دالة متغيرين، سبب واحد فيهم وغير في الثاني وجيب التفاضل بالظبط زي ما يكون التفاضل بتاع دالة متغير واحد بس، بس ثابت الايه؟ ثابت الثاني. يعني عايز تفاضل بالنسبه للاكس ثابت الواي، وجيب فرق الزد على فرق الاكس خلاص لما الفرق بتاع الاكس يبقى صفر. عايز تفاضل بالنسبه للواي ثبت ايه؟ ثابت الاكس، وجيب فرق الزد على فرق الواي خلاص لما الفرق بتاع الواي ده يقول ايه؟ يقول صفر. فبالتالي عمليا واحنا بنحل مسائل بيكون عندنا داله في متغيرين عايزين نفضل بالنسبه للمتغير الاولاني اعتبر المتغير الثاني ثابت. بسيطه جدا. يعني احنا عندنا مثلا زد ثابت تم على شوان واحد، عايزين نجيب تفاضل زد بالنسبه للاكس. عادي جدا نعتبر الواي ايه؟ ثابت. طب عايزين نجيب تفاضل بالنسبه لواي. عادي جدا نعتبر الاكس ثابت. تعالى الحته الثانيه عايزين نفضل بالنسبه لواي، يبقى الاكس يعتبر ايه؟ ثابت. اعتبر دي كان ناقص 1 وواي على 5. يعني حط الاكس في 5 او اي رقم، اي رقم ثابت. يبقى انت عايز تفاضل تان ماينس 1 واي على 5 بالنسبه لواي. تفاضل تان ماينس 1 بكام؟ 1 على 1 زائد داخل تان ماينس 1 كل شويه. في تفاضل ما داخل تان ماينس 1 بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواي. يبقى واي على اكس عايز تفاضل بالنسبه لواي بتاعك ايه؟ 1 على اكس. طيب لو انا عايز تفاضل بالنسبه لاكس برضه تفاضل تان ماينس 1 بالنسبه لما داخلها 1 في تفاضل ما بين داخل تان ماينس 1 بالنسبه لاكس واي واي سالب على اكس سالب واي على اكس اختلف يا سيدي. عايز تفاضل واي على اكس بالنسبه لاكس اعتبرها 5 على اكس. تفاضل 5 على اكس بكام؟ ناقص 5 على اكس تربيع. طبعا انت بتعتبرها مؤقتا المثابت بتاع المتغير اللي مش متفاضل بالنسبه له انه اسف متغير اللي انت مش متفاضل بالنسبه له واحد مش ثابت، وبعد كده رجعه سميه واي. يعني انت لما تيجي تفاضل بالنسبه لاكس اعتبره ثابت مؤقتا تمام، بس بعد كده حط واي. طيب هنسيب بس اول حاجه هي نقطتين في بعض دي ودي معناها ايه؟ معناها واي فيشن. تعريف الفشن الجزء هو ده خلاص؟ طيب تفتكروا ايه بقى المعنى الهندسي الجيومتريك مينينج للتفاضل الجزئي؟ حد يقول ايه المعنى الهندسي بتاع مين؟ مين ايه؟ مين الماس؟ مين الماس فعلا؟ بس بتاع ايه؟ تمام؟ السلايد ده جابها ازاي؟ ماشي انا عايز المعنى الهندسي يعني على الرسم بنزل كم مش بس كلمات اسرع هو سلايد ازاي؟ هو انا عايز ادخل كلمه اقطع مش بس قال ثابت. انا فاهم هو كلام صح بس انا عايز بما اني بتكلم عن المعنى الهندسي يبقى اخد ايه؟ بنقطع مستوى تاني يا باشا. عايز تفاضل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس. خد مستوى خلاص مستوى يعني يكون واي بيساوي ثابت. يعني ايه مستوى واي بيساوي ثابت؟ موازي لمين؟ لاكس زد ليه؟ خلاص يبقى انت عندك سيرفس تمام؟ افترض ان واي في اتجاهه. اقطع السيرفس ده بواي بيساوي كونستنت خلاص؟ تقطع السيرفس ده هيبقى عندك ايه؟ كيرف. الكيرف ده التفاضل الجزئي يعتبر هو الايه؟ مين المماس بتاع الكيرف ده؟ مماس الكيرف ده عند اي نقطه خلاص؟ نقدر نقول ان هو عباره عن مين المماس لمنحنى. المنحنى ده جاي عن طريق ان انت قطعت السيرفس بتاعك لان واخد بالك شويه سيرفس قطعته بواي بيساوي ثابت. يعني ايه واي بيساوي ثابت؟ اللي هو المستوى الموازي للاكس زد بلين. مين الاكس زد بلين؟ دول المتغيرين اللي هم فاضل واحد بالنسبه للتاني. فضل زد بالنسبه لاكس خلاص يبقى ياخد مستوى موازي للمستوى بتاع اكس زد خلاص. بقى عندي سيرفس عايز تفضل بالنسبه لواي يبقى تعالى عند واي بيساوي كونستنت واقطع. هيبقى عندك متحنة خلاص. المتحنة ده تعريف
التفاضل الجزء بتاعي يناصر هندسيا ان هو عباره عن ميل مماس المنحنى ده عندنا. طيب لو عايز تفاضل بالنسبه لاكس يبقى خد اكس بيساوي كونستنت واي زد واي زد بلين. مين واي زد بلين؟ بتتفاضل الزد بالنسبه للواقع فبتاخد مستوى موازي لزد واي بلين. بقى عندك منحنى المنحنى يمثل العلاقه بين الزد والواي فقط لانك ثبتت مين؟ ثبتت الاكس خلاص؟ المنحنى ده جيب المماس بتاعه او ميل الماس عندنا ينط عليه هو ده يبقى ايه؟ تفاضل الجزء خلاص؟ طيب ايه الغلط؟ طيب القوانين بتاعتنا كل القوانين القديمه بتاعت التفاضل اللي هو الاحادي التفاضل العادي تنطبق معانا يعني مثلا تفاضل ثابت في داله تطلع ثابت بره علامه التفاضل تفاضل مجموع دالتين هو التفاضل الاولاني زي التفاضل الثاني تفاضل حاصل ضرب دالتين حاصل اسم دالتين تتبع القوانين المقابله بيها خلاص؟ بس المختلف هو قاعده السله. قاعده السله كان زمان عندك واي فانكشن مثلا في يو واليو فانكشن في اكس عشان تفاضل واي بالنسبه لاكس تفاضل واي بالنسبه ليو بعد كده تضرب في تفاضل يو بالنسبه لايه؟ بالنسبه لاكس. دلوقتي الموضوع مختلف ليه بقى؟ دلوقتي عندك الزد فانكشن في مين؟ يو وبي مثلا والبي فانكشن في مين؟ اكس والواي. فلو انت عايز تجيب تفاضل زد بالنسبه لاكس تعمل ايه؟ تفاضل زد انت عايز توصل لهنا. تفاضل زد بالنسبه ليو. اكتب كده تفاضل زد بالنسبه ليو. في تفاضل يو بالنسبه لاكس. يبقى انت مشيت على البرانش ده من الشجره بتاعتك. الشجره دي بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي اعتماديه المتغير التابع على غير مستقبل، مش على غير مستقبل. طب الزد فانكشن في بي بالتالي هفضلها بالنسبه لبي. بارشل زد بارشل بي معضله في تفاضل في بالنسبه لايه؟ تفاضل في بالنسبه لاكس. طيب لو انا عايز افاضل بالنسبه ل واي ايه اللي هيتغير؟ ده بس هيبقى بداله ايه؟ واي ده هيبقى عباره عن ايه؟ بارشل زد بارشل يعني عادي جدا عشان تفاضل بالنسبه لواي عايز توصل للفروع الاحمر دي تفاضل بالنسبه لواي عادي بعد كده تفاضل بدل ما تضرب تفاضل يو بالنسبه لاكس تفاضل يو بالنسبه لواي وبعد كده اجمع لما يكون عندي في ومشيت في فرع لغايه اخر وعايز امشي في فرع تاني من اوله اجمع لما بمشي في فرع وبعد كده بكمل في فرع بعديه بطل تمام يبقى التري دي يا جماعه بتوصف متغيرات المتابع تبع بتاعتك على قدر المجال مستقله هي داله فين؟ بس طيب فانا لما بمشي عشان اوصل للواي بطلب بوشر زد بوشر يو بوشر يو بوشر واي بجمع عليهم بوشر زد بوشر بي بوشر يو بوشر ايه؟ بوشر واي. زمان كان عندنا الزد فانكشن في يو فانكشن في الاكس كان عندها فرع واحد بس متخيلين؟ كان عندها فرع فوق. دلوقتي الموضوع بتاعنا بقى على شكل تري فلو انت فكرت فيها هي قاعده السله انا المفروض ترسم ايه؟ لو انتوا عايزين تسموها اسم مختلف تسموها ايه؟ لو انت ما عندكش السلسله انت عندك ايه؟ شجره خلاص؟ بس هي اسمها شنو؟ طيب عايزين نطبع الكلام ده بس تعالوا في الاول ناخد مثلا السلسله الساوي اكس باور واي ايه المطلوب؟ مطلوب مننا بارشل زد بارشل اكس بارشل واي. طيب هي دي معناها ايه؟ الكلام اللي انا كاتبه هو تفاضل باسم الاكس مين؟ التفاضل الزد باسم الواي. اللي على اليمين هو التفاضل الاول وعلى الشمال هو التفاضل بالنسبه للتاني. هو بص دي معناها كده لو هو عايز العكس كان قالها لك بارشل زد بارشل واي بارشل اكس. بصوا يا جماعه الاوبريتور يخش على الشمال من الشمال يعني هو جاي من الشمال يبقى بارشل بارشل واي داخل على مين؟ بارشل بارشل زد فهي المفروض دي تبقى كده بارشل بارشل واي بارشل زد بارشل اكس. هما الاثنين زي بعض ولا مش شايفين؟ هما في الاخر يا جماعه هما الاثنين زي بعض المفروض ده بتاعتك كده. يعني هو نظريا في الحالات العامه
طيب عايز افضل لك كمان مره ان شاء الله. لو عايز تفضل مش مين؟ واي. بتوع بقى خاص بالدلتين. تفضل ده الاولاني هي الواي. بالنسبه للواي بكام؟ واحد. واحد. مين؟ اكس فور واي مكس فور. زائد الدرجة الأولانية زي ما هي، التفاضل الدرجة الثانية بالنسبة لـ y، ركز بقى. x فور واي مايس 1 واليو دي بلد اكس والاي ثابت، يبقى اليو بلد اكس والاي كونستنت. ماشي؟ نتيجه التفاضل ده بكام؟ ايه؟ يو سي مايس 1 في مين؟ يو داش. تمام. يبقى ده اللي ثابت عادي جدا، بتنزل ثابت تفتح من واحد تضرب في تفاضل الزاويه، تفاضل البيز. خلاص؟ طيب تفاضل اكس يو، عايز تقول ان اليو ده اكس والاي برضه ثابت، يعني خلاص شفت اللي عندنا ما اتغيرش. دي عباره عن ايه؟ اكس يو الاثنين يو يبقى احنا عندنا ده اللي ثابت او ثابت اس ده، الفرق بين الاثنين. ده بس ثابت هي التقليديه اللي احنا متعودين عليها، تنزل الاس الثابت ده تطرح من واحد تضرب في تفاضل الدالة. اوكي؟ لكن ثابت الدالة دي التفاضل الثابت الدالة دي اللي هي الثابت في تفاضل ايه؟ تفاضل الدالة. نرجع تاني اللي احنا عايزين نعمله هنا، عايزين تفاضل بالنسبه لمين؟ واي. فانت دلوقتي الكميه دي عايز تفاضلها بالنسبه لواي. يبقى الاكس بالنسبه لي ايه؟ ثابت. القاعده اللي تحت بس متغير من فوق مش فاهم اسمه ايه؟ اسمه واي. خلاص؟ تمام. والبيز عندي هو الثابت. فالاكس بتاعي هي الثابت والواي هي اللي عايز افضل بالنسبه لها. فقول لو بقى النتيجه عباره عن ايه؟ الثابت اس الداله في هي الثابت في تفاضل ايه؟ تفاضل الداله اللي هي الاس. تفاضل الداله بالنسبه لمين؟ واي. عشان كده في واحد شوف قال لك واحد. في واحد. ليه؟ لان هو فضل واي ما بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواي. لو استخدم القانون ده لو هي كانت ايه بار اكس كان القانون ده هيبقى مفيش فور يو داش او يو داش تبقى كام؟ واي. فالبشمهندس فكر في القانون العام سبب اس داله خالص. مش لازم الداله دي تكون هي متغيره انا فاضل داله، هي الداله المتغيره انا عايز افضل خلاص؟ يا جماعه اللي ده مني هنا يكون لان جوهر التفاضل الجزئي في الجزء ده. انك ازاي تثبت واحد طيب تاني يا شمس دلوقتي لو المفروض بالنسبه لك عندك مشكله دي ده نزلت الاس طلعت منه واحد ليه بقى؟ هو بالنسبه لي عباره عن ايه؟ ثابت تمام هي اكس اس 5 اكس اس 5 تفضلها 5 فاكس اس ايه؟ 4 شيل 5 وارجعها ورا طيب عايزين نفس ده نتفاضل بالنسبه لواي كمان مره فتفاضل واي بالنسبه لواي واحد فالتفاضل الرئيسي زي ما هو زي الاولاني التفاضل الثاني التفاضل الكميه اللي انا عاملها الدايره الاحمر حواليها دي بالنسبه لواي عايز تفاضل بالنسبه لواي يبقى الاكس بالنسبه لي ايه؟ ثابت 5 اس واي سيبك من واي واي 5 اس واي عايز تفاضل بالنسبه لواي 5 اس واي 5 واي واي بس في واي داش مش واي داش بقى عايز تفاضل بالنسبه لواي عايز تفاضل بالنسبه لواي تمام فهي اكس اس واي ماينس 1 وعايز افضل بالنسبه لواي تبقى اكس او واي ماينس 1 ثابت اس الداله في هيك ثابت في تفاضل الداله بالنسبه للغير اللي انا فاضل فيه. خلاص؟ مش احنا المفروض عاملين دي زد واي اكس اللي بعدين نعملها اكس وبعدين ما تتغيرش يعني اللي انا فاضل عليه انا جبت دي لانك فضلت بالنسبه لاكس الاول بعد كده بالنسبه لواي. اه هو بصراحه هو كان طالب دي فالعينين ان هو طالب هو
الداله بتاعتك كنت يوصل ل 201 بس فانت جرب اعكس فاضل بالنسبه للواي او حاجه فاضل بالنسبه لك تطلع هي هي بس طيب هي ده بالك كده انا كده هي
تمام. فانت لو انت عايز تجيب الاف يو هتجيب اللي هو الاسد الاف بي تجيب اللي هو الايه؟ لحظه خلاص؟ يعني هو انت بتعمل يعني دي اف واي دي اكس مضروبه في دي اكس واي دي هي بارشال اف بارشال اكس هو في بارشال اكس بارشال في بارشال اكس بارشال يو او في احسن. تمام. طيب تعال بص هنا معلش كده المسألة اللي جاية وبعد كده عايز افوض مثلا مين؟ الدرجة. معلش يا جماعة أنا بستخدم الألوان عشان أحل ثلاث مسائل في نفس السطر. عايز أوصل من الدوائر للإيه؟ للأخضر. تمام؟ افوض مثلا إكس بعد كده افوض إكس بالنسبة لدبليو زيرو. زيرو. كامل؟ زيرو. تمام؟ بعد كده افوض إكس بالنسبة لواي اللي هو جبته ده. افوض واي بالنسبة لدبليو افوض واي بالنسبة لدبليو كده إيه؟ طيب بعد كده في تفاضل اجمع الكلام ده كله تفاضل اف بالنسبه لزد تفاضل زد بالنسبه لتاب تفاضل زد بالنسبه لتاب كام؟ بس فلما يكون عندك متغيرات بسيطه والمتغيرات البسيطه دي داله في المتغيرات النهائيه خلاص عشان تفاضل بالنسبه للمتغيرات النهائيه الاول تفاضل بالنسبه للمتغيرات المتغيرات ايه؟ بسيطه حد يترجم لي الكلام اللي انا بقوله ده الرموز اللي انا بتكلم عليه. ايه المتغيرات البسيطه هنا؟ الاكس والواي والزد. انا كده كده عشان افاضل بالنسبه ليو او البي او الدبليو فاضل الاول بالنسبه للاكس والواي والزد. وبعد كده اقرر عايز افاضل بالنسبه ليو يبقى افاضل المتغيرات البسيطه بالنسبه للمتغير النهائي ليو او بالنسبه للمتغير النهائي بي او بالنسبه للمتغير النهائي دبليو. خلاص؟ احنا كده يعتبر حلينا ايه؟ ثلاث مسائل. خلاص؟ طيب المسائل اللي جايه بقى ان شاء الله تعجبكم. دي داله في المتغير واحد بس. لو كنت بتهالك في اخر الترم الاولاني السنه اللي فاتت في اعدادي هندسه كنت قلت هاخد لين الطرفين. صح؟ بعد كده الطرف الشمال هيبقى لين 1. الطرف اليمين ساين اكس لين 1 ماينس اكس سكوير وبعد كده بقى افضل الطرف الشمال اللي هو يبقى واي داش على واي بيساوي افضل الطرف اليمين هنا بقى عباره عن افضل حاسب ضرب دالتين. الكلام ده لو انا كنت قلت المساله السنه اللي فاتت الترم اخر الترم الاولاني هنا بقى حلها ازاي دلوقتي؟ فاكرين لما قلنا ان احنا عندنا نوعين من التفاضل للداله الاسيه يعني او حاجه اس حاجه التفاضل اللي هي بالنسبه للبيز او التفاضل بالنسبه للباور ايه؟ صح بس قايل ايه باور يو او يو باور ايه عايز التفاضل دول بالنسبه للاكس خلاص فكل واحده ليها طريق طاوي يا طاوي اقترح طاوي والفي واليو دول فانكشنز مين؟ الاكس. طيب هقول له الواي بتساوي ايه؟ يو باور في. مين اليو؟ مين الفي؟ ساين اكس. تمام؟ فدلوقتي لما اكون عايز افضل الواي بالنسبه للاكس هكتبه ازاي بقى؟ افضل الواي بالنسبه للاكس اولا القانون بتاع ابعاد السلسله شلت علامه التفاضل العاديه وحطيت بدلها علامه التفاضل الجزئي في كل المسافه ليه؟ لان كل المتغيرات التابعه داله في اكثر من مش مهمه خلاص؟ يعني السلسله الفروع النهائيه دي كل المتغير هنا اهو طالع منه سهمين على القلب دلوقتي هنا الواي فانكشن في مين؟ الحقيقه مش اكس اهو بالتالي تفضل بالنسبه لك تفضل عادي اقول ان الكلام ده عباره عن ايه؟ بارشال يو بارشال واي اسف بارشال يو مين؟ دي يو ما دي اكس
حد يقول لي تفاضل واي بالنسبه ليو يبقى دي بالنسبه لي كونستنت يو سي اي تمام. ده السبب بتعمل ايه؟ نزل السبب تطرح منه كام؟ واحد شويه في بي يو سي بي ماي سي زد السبب طرح منه واحد تمام. بعد كده اضاف التفاضل يو بالنسبه لاكس. التفاضل يو بالنسبه لاكس كام؟ ماينس دي اكس زائد تفاضل واي بالنسبه لبي. تفاضل واي بالنسبه لبي يبقى يو ثابت. ثابت السدله يو اللي هو الثابت السدله في الان ايه؟ في الان الثابت. تفاضل الداله دي بالنسبه للمتغير انا بفكر في الداله اللي هو بي. تفاضل بي بالنسبه لبي 1. وضع في تفاضل بي بالنسبه لاكس كام؟ تمام؟ يبقى المساله اساسا داله في المتغير واحد بس. فانت سيادتك عملت ايه؟ انت دخلت في الموضوع متغير بسيط تمام؟ خليت داله في المتغيرين وكل متغير من المتغيرين دول داله في المتغير النهائي بتاعك. ليه؟ عشان تسهل على نفسك ايه؟ التفاضل. خلاص؟ طيب الكلام ده ايه فايدته؟ عمليه ايه فايدته؟ سهل الحاله. هو سهل الحاله بس ازاي؟ افترض انا عندي داله في غير واحد بس، داله كبيره قوي قوي. احنا كده في القرن. ماشي؟ افترض ان انا عندي مثلا الزاويه عباره عن داله في الاكس مثلا او داله في التي فقط. يعني انت عندك داله في التي فقط. طيب. تمام؟ بس في كده كتل كبيره بتتكرر كتير. خلاص؟ تمام؟ كتلتين، كل كتله بتتكرر كتير. فانا اعمل ايه؟ اسمي كل كتله من دول ايه؟ متغير بسيط. واعتبر الداله بتاعتي بدل ما هي داله في غير واحد بس الداله في ايه؟ الغيرين اللي هم الكتلتين دول. خلاص؟ وبالتالي الكتله دي لما اشيلها كلها على بعض واحط بدلها حرف. وافضل نسبه الحرف ده. الموضوع بس. بعد كده حضرتك تفضل الحرف ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمتغير النهائي بتاعي. خلاص؟ فهي التفاضل الجزئي فعلا ممكن يفيدك في ايه؟ مساله او كميه رياضيه مع داله في غير واحد بس عايز تفضل. طريقة لين الطرفين؟ لا انا عايز ارخي وقتي. بطريقة لين الطرفين هتاخد لين الطرف اليمين كله. لين مجموع قيمتين هل اتبسط؟ يبقى انت كنت بتاخد لين ليه؟ عشان لين تتحول الاكسبنشن يعني الاكسبنشن الى ايه؟ ضرب. تمام؟ بس تكون لوحده. لو انت عندك لين حتى مجموعة مع بعض مش هتعرف يعني مش هتعرف تفتحها. انا المسألة دي هي التمهيد لايه؟ لفكرة عامة. ماشي؟ طيب فانت عارف لو كنت عايز تستخدمها بلين طرفين كنت بتعمل ايه؟ كنت اخدت الاولاني ده وسميته اي اسم وخدت لين طرفين كله. فضلت. وتاخد التاني وتاخد لين يعني تسميه اسم جديد خلاص وتاخد لين الطرفين بتوعه وتجيب تفاضل على الاولاني وتفاضل التاني وايه؟ تروح مع بعض خلاص؟ او تسمي الساين اكس يو مثلا او في تسمي الكومبلكس اكس اور حلو. طيب هرد عليك في المساله اللي جايه ماشي؟ خلاص هي الهدف المساله انه التفاضل الجزئي ممكن استخدمه عشان احل ايه؟ تفاضل عادي. انا بعمل ايه؟ كتل كبيره كده بجربها كده واحط بدلها متغير جديد وافضل بالنسبه للكتل. طيب مش حاضر
يعني لغايه النهايه خالص طيب في جواب معايا برضه في المساله دي برضه فيها فكره في النت ولا في النت ولا في النت هي الزات فانكشن كم كم فاريبل هي ايفنتلي يعني في النهايه خالص هي تلف وتغير واحد بس اللي هو ايه اللي هو التي تمام بس هي مؤقتا دالة في المتغيرين اكس واي بس كل التغيرات بسيطه مؤقتا اكس واي دي مش مين التي طيب هي فوق زاد بالنسبه للتي نفس المثال اللي فات بس غير اسامي الفيرو اكس تي ومن واي تمام اوعى تخلي بص اوعى تخلص قانون هرمون لا انت ارسم الشجره ايا كانت الرموز في الشجره دي واستنتج القانون اللي ينطبق على الرموز دي في الشجره خلاص ما انا بقى ما يهمنيش ده اسمه ايه وده اسمه ايه طيب دلوقتي عايز افهم بالنسبه لتي حد انا عايز اجيب ايه بقى معلش نسيت اقول عايز اجيب فورم تاني بالنسبه لتي طيب ايه رايكم؟ Why would you?
اللي جاي بقى وانا ما عارف ان هي طاقه اللي هي اسميها ايه؟ طب دي بتيجي بتيجي وديك كده بقى ايه؟
مانع الكلام ده صحيح رياضيا مش اي مشاكل عليه تمام بس الفكره كلها ان هي احنا عايزين نفهمك مبادئ نفترض ان الاكس والواي دول دوال في بس ده اللي عباره عن بوينت جدا خلاص فانت عندك ايه حاجه كبيره قوي في صحيح حاجه كده ثانيه حاجه كبيره الاثنين بيتكرروا برضه مرتين ثلاثه حاجه ثانيه بتتكرر بالتالي عايز تشيل الحاجه الاولانيه دي اسمها ايه الحاجه الثانيه اسمها ايه واو بحيث الداله تبقى شكلها بسيط متغيرين شكلها بسيط خلاص يعني لو الاكس والواي دول دوال محترمه في ايد كان الموضوع هيبقى صعب جدا صعب قوي خالص ممكن نحسب مثلا مثال الواي دي باور تي مثلا دي ده اللي هيك متغيرين يعني مثلا هاخد المره بالنسبه لواي وبعد كده هاخد المره بالنسبه لتي واضرب الدي واي باي تي وبعد كده اعوض ده تاني تمام تمام انت طبقت التري بس على كده اه وبعد كده بقى باور اكس باور تي طيب باشمهندس عامل ايه؟ عايز احط بالنسبه لتي فخلاص هي ده اللي ممكن في بعض فاضل ده بالنسبه لتي تمام فاضل كامل بالنسبه لك. بس ده تفاضل
بس برضه هنتناقش فيها شويه كونسبتس مهمه. بس هي بتتحل بسطرين. ايه لك؟ اثبت لي ان البلدي
فانكشن بالنسبه لي انا عارف ان هي اسمها واي. طيب السؤال ده يتجاوب عليه بسؤال تاني، هو الاف فانكشن في ايه؟ الجي فانكشن في ايه؟ الاف فانكشن في الاكس تي والواي فانكشن في الجي فانكشن في الاكس تي. لا طيب نرجع لسؤال بي، هي الاف فانكشن في كام متغير والجي فانكشن في كام متغير؟ اصبروا عليا. ايه؟ احنا ابتدينا سؤالنا هي الداش بتاخد بالنسبه للاكس ولا بالنسبه للجي؟ فالناس دايما متعوده ان الداش بتاخد بالنسبه للاكس، قلنا لا. ده انا استخدمته مره مفروض بالنسبه للجي. يبقى كده في مشكله، احنا مش عارفين الداش هو بالنسبه للاكس ولا بالنسبه لايه؟ تي. فنرجع للسؤال اللي قبليه. اهم منه. الاف فانكشن في كام فاريبل؟ فالناس قالت اكس وتي. وكذلك الجي فانكشن في الاكس وتي. قلت لك لا برضه ده غلط. فسالتك سؤال تالت، هي الاف فانكشن في كام متغير؟ فالناس كام واحد شايف ان هي ثلاث متغيرات؟ الاف يا جماعه فانكشن في كام متغير؟ متغيرين. طيب اللي ما رفعش ايده شايف ان ده الف كام متغير؟ طيب كام واحد شايف ان ده الف متغير واحد بس الف؟ واحد بس؟ طب الباقيين مش عايز يجيب لي راي ولا ما عندوش راي؟ باشمهندسين الاف ده الف كام متغير؟ طيب سؤال، الاف لما فتحت قوسين عشان اكتب المتغيرات اللي جواها كتبت كده حاجه فاصلة حاجه ثانيه؟ كتبت حاجه واحده بس، الحاجه الواحده دي صحيح هي توليفه من الاكس والتي بس هي حاجه واحده، ما عملتش حاجه فاصلة حاجه، متغير واحد، ده اللي في متغير واحد بس، بس المتغير واحد ده في الحاله دي احنا عرضنا دي ان هو يعني حطيناه ده اللي في متغيرين ثانيين. فاكرين يا جماعه الصناديق؟ الصندوق قفل، تخيلوا كم كتب؟ واحد بس، الواحد ده جاي من صندوق قبليه، تخيلوا مين؟ الصندوق ده لسه ما سميتوش بس بيطلع ايه؟ طبعا السين انا اعتبرها سين. الصندوق ده ولا الصندوق ده؟ يبقى الاف هنا فانكشن في مين؟ اه حلو، يبقى الصندوق اف خلوا يا جماعه بطل بس تمام؟ طيب يبقى هنا هنعمل ايه دلوقتي؟ اه يساوي اكس ماينس سي ماشي؟ طيب بالنسبه للصندوق جي خلوا كام متغير؟ بس في النهاية هو لازم تلخبطهم لي مع بعض وتديك حاجة واحدة. خلاص؟ الجي تعمل حاجة واحدة. ها؟ الحاجة دي اسمها إيه؟ بلاش اسم فايل دلوقتي. بس هي نتيجتها اكس زائد سي دي. حاجة بنسميها اس، يبقى مين الاس؟ طيب نتيجة الاف والجي داخلين على صندوق اسمه ايه؟ يو. صندوق يو اسمه يو ده بيطلع لك ايه؟ اصبر. يا جماعه الاف هنا ده اللي كان متغير. الواحد بس. فاهم؟ يبقى كلمه داش موجوده هنا المقصود بيها الموضوع بالنسبه لمين؟ لو سمحت لان الداش دي معناها مختلف عن الداش دي خلاص الداش دي مقصود بيها التفاضل بالنسبه لاكس ماينس سي
او خلينا نعممها الداش ينفرض نسبه داخل كوسين الفرض ده بالنسبه داخل كوسين التفاضل ما داخل كوسين بالنسبه لاكس بكام؟ واحد التفاضل ما داخل كوسين بالنسبه لاكس بكام؟ واحد طيب جي داش التفاضل جي بالنسبه ما داخل كوسين بتوعها اللي هو مختلف عن ما داخل كوسين الاولانيه يبقى جي داش هنا مسؤول عن التفاضل بالنسبه لمين؟ اكس زائد سي تي تفاضل اكس زائد سي تي بالنسبه لاكس لو كان واحد فبالضبط داش هنا التفاضل الثاني بتاع اف بالنسبه لاكس اس سي تي والجي دبل داش التفاضل الثاني بتاع جي بالنسبه اكس زائد سي تي طيب هنا يخلينا الداش دي ليها نفس المعنى بتاع الداش دي بقى الداش هنا مش معنى التفاضل بالنسبه داخل قوسين على بعض يبقى التفاضل بالنسبه لاكس اس سي تي في تفاضل اكس اس سي تي بالنسبه لتي بلس ايه؟ نتيجته ايه؟ نقص خلاص؟ يبقى الداش هنا هي نفسها الداش ما ينفعش يبقى الداش ده معنيين خلاص؟ الداش ده معنى واحد بس التفاضل ما بداخل بالنسبه ما بداخل سين تمام؟ فمحدش يقول ان هنا الداش مقصود بيها تكون بالنسبه لاكس والداش هنا مقصود بيها التفاضل بالنسبه معلش مش عارف اسمه معايا انا عارف بتكلم كتير واسمه معايا الداش هنا ما ينفعش تقول ان هي تفاضل بالنسبه لاكس والداش هنا الداش في الحالتين هي التفاضل بالنسبه ايه؟ اكس ماينس سي تي بالنسبه لاف بتاخد صفر طب بالنسبه لدي المقصود بيها التفاضل بالنسبه لاكس زائد سي تي ما يبقاش هنا ليها معنيين لا المعنى الموحد هو التفاضل بالنسبه ما بداخل ايه؟ القوسين ايا كان ما بداخل القوسين ده اسمه ايه؟ خلاص؟ فبالتالي عشان التفاضل بالنسبه لاكس التفاضل بالنسبه للزاويه اعتبرها زاويه التفاضل الزاويه يعتبر ايه؟ اكس لو عايز تفاضل بالنسبه لدي فاضل بالنسبة للزاوية فاضل بالزاوية بالنسبة لي انتوا عارفين يا جماعة لو قشت التلات الاف والجي دول وسميتهم ساين ولينك ما كانش في اي حد هيقعد في المسألة دي كان يقول تفاضل الساين بكام؟ كوساين يعني جدا تفاضل لينك واحد على الاخر والله عايز تفاضل بالنسبة لاكس تفاضل الساين هيبقى كوساين بعد كده يضرب مين تفاضل الزاوية بالنسبة لاكس هيبقى كام؟ واحد والله عايز تفاضل بالنسبة لتي يبقى تقول تفاضل ساين هيبقى كوساين تفاضل الزاوية بالنسبة لتي ده بكام؟ ده سي بس أنا عشان ما عنديش دالتين عارفين عند دالتين كلين اف وجي أنت اتلخبطت في معنى الاف ده معنى كنت لو الاف وجي مديهم لك دالتين محددين كنت فضلت عادي أي دالة كنت هتفاضل بالنسبة لجواها وبعد كده تشوف بقى تفاضل جواها بالنسبة لاكس ولا تفاضل بالنسبة لتي على حسب اتفضل يا شباب تمام بالظبط ده الحل السريع بس مشكلته ان في ناس سي فاهم كلمه داش هنا مصر بيها رخص الموضوع ان الداش هنا مصر بيها تفضل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لان جوه الفانكشن كلها عبط الفانكشن دي داله في متغير واحد بس طالما مفيش خانه فاصله خانه ثانيه الكميه دي اللي جوه دي ممكن تكون ده هي في حد ذاتها داله في غيرين بس الداله الاف بتقبل ايه؟ من غير واحد حتى لو هو عباره عن توليفه من غير تانيين طيب لما بنعمل تعويض يا جماعه هنرسم التري فالتري بتاعتنا مش باين بس التري ممكن هي يعني تتحل من غير تري اسرع بكتير بس خلينا نمشي بقى رسم اليو فانكشن مين؟ لف وجي ولف وجي دول فانكشنز مين؟ الار بلس الار بلس دول فانكشنز مين؟ انا عايز افاضل بالنسبه لمين؟ عايز افاضل بالنسبه للاكس الاول تمام؟ بس في حاجه هي الاف فانكشن في الار بس فانكشن من فوق فاكتبها خلاص؟ دلة مجهول يعني وانت بتطبق هتسيبها كده دي اف باي ار طيب تعال بقى نطبق حاجة تاني نجبس يو بيساوي اف كوس جي والاف فانكشن في الار والار فانكشن في الاكس والواي اكس وتي اف
والجيم فانكشن في مين؟ الاس. الاس هنا فانكشن في مين؟ سين تي. تمام؟ فاللي انا هكتب ده هيبقى طول شويه يعني سامحوني فيه. بارشال يو بارشال اف في دي اف باي دي ار بارشال ار بارشال اكس زائد بارشال يو بارشال جي في دي جي باي دي اس في بارشال اس بارشال اكس. تمام؟ تعالوا نبطل كده. ده الكاميرا. الجواب ما بيوصلش. ده ما فيهاش ده. واحد صح. وده ليه يا جماعه واحد؟ تفاضل يو بالنسبه لاف هي مين انا فين؟ اف وجي. تفاضل يو بالنسبه لاف تفاضل جزء يعني انا مثبت الجي. يبقى كام؟ واحد. في تفاضل اف بالنسبه لار اللي هو اسمه ايه؟ اف داش ار. يبقى الداش هنا المفروض ياخد بالنسبه لمين؟ مبدأ في القصير اللي هو في الحالة دي؟ تفاضل ار بالنسبة لاكس اللي هو كام؟ واحد. زائد تفاضل يو بالنسبة لجي اللي هو كام؟ واحد. تفاضل جي بالنسبة لاس رسمه ايه؟ جي داش اس. والداش هنا المفروض ده تفاضل مبدأ في القصير اللي هو في الحالة دي عبارة عن ايه؟ اس. تفاضل اس بالنسبة لجي لاكس تفاضل اس بالنسبة لاكس. تمام؟ نفس الفكرة لما اجيب تفاضل يو بالنسبة لتي بشكل مقانون بس هتبقى اف داش في مين؟ ماينس سي زائد واحد في جي داش اس في سي. صح ولا لا؟ هي بيسموها اوفر كيل يعني ايه؟ يعني عامل زي ما تقول ايه؟ استخدم جهاز ضخم جدا عشان تعمل حاجه عظيمه جدا. هي مساله سهله. فانت رحت عملت انتري وعملت الكلام ده صح 100% بس لو الكلام ده طبقته انت فاهم معناه هتكون هايل احسن من الكلام ده. طب لو انت مش فاهم معناه الكلام ده احسن. خلاص ملخص المساله اليو يا جماعه ده اللي فهمه غير اثنين اسف مش اليو مش هو ده اللي هيجي الاف ده اللي فهمه غير واحد بس ما اجي افضلها بفضلها بنسبه متغيره خلاص. عايز بقى افاضل بالنسبه للاكس والدي افاضل بالنسبه للمتغير ده الاول وبعد كده ايه افاضل المتغير ده بالنسبه لمين؟ اكس او بالنسبه لدي خلاص. ممكن ما اسميش المتغير ده اي حاجه اتعامل معاه على اساس ان هو اكس ناقص سي دي. انتوا عارفين ايه مشكلته؟ انه ده فلاش اكس ماينس سي دي لو عايزين نكتبها بطريقه التمييز المختلفه اللي هي بارشال باي او دي باي نكتبها ازاي؟ دايما بنخش دي مع النسبه لمين؟ حرف. اول مره تكون تاخد النسبه ايه؟ اكسبريشن خلاص؟ بس ده صح صح 100%. تفاضل الداله اللي هي فانكشن في اكس ناقص سي دي بالنسبه للمتغير او بالنسبه للكميه اكس ناقص سي دي. طبعا ممكن ما تستغيثش يعني مش تصيغ الشكل ده فسالتك تسمي اكس ناقص سي دي بايه؟ حرف جديد خلاص؟ داش هنا يا جماعه انسى خالص الكلام بتاع زمان اللي بنضحك عليك اللي هي فانكشن اللي هي بالنسبه لايه؟ بالنسبه لاكس. الداش هنا المفروض تاخده بالنسبه لايه؟ ما هي بداخل الفصيل. وما ينفعش تكتب داش والداله بتاعتك داله متغيرين. فالمساله اللي جايه بقى اصعب من المساله دي. بالعكس المساله دي سهله اهي حلها كامل او حل كامل سليم بيضل 100%. امال ده ايه؟ ده تفصيل. تفصيل مهم. خلاص؟ انت طبقت الكلام ده في دماغك السريع وانت كده الكلام حتى لو ما خدش بالك بس انت فعلا ففضلت بالنسبه لاكس ناقص سي دي بعد كده ضربت فيه تفاضل اكس ناقص سي دي بالنسبه لاكس او بالنسبه لدي. فانت فعليا تعاملت مع اكس ناقص سي دي كجزء بس من غير ما تديها اسم دي من غير ما تسميها او اس زي ما عملت. خلاص؟ طيب المساله اللي جايه اصلا ركزوا معايا. لا في داش دي مجهوله او مجهوله؟
واحد فضل الف بالنسبه للار. عرفوا
مين اكس زائد تفاضل اف بالنسبه لاس ما اعرفوش تفاضل اس بالنسبه لاكس 2 واي 2 واي حلو جبت اليو اكس والمشكله كلها في اليو اكس اكس عشان اجيب اليو اكس اكس محتاج ارسم الاثنين بتاع مين؟ اللي الدنيا
سيستم. ركز في الحكايه دي يا باشمهندس. عايز تفاضل بالنسبه لده. يعني اعتبر ده اكس، ده خمسه. خمسه اكس تفضل بالنسبه لاكس. ذلك خمسه. خلاص؟ بس الاكس بتاعتك مش عكسيه، اف اه. هي رمز البيتا. انت بتفاضل بالنسبه لرمز ده. مديلك الايه؟ تمام. سبب اللي جنب الرمز ده اللي هو كام؟ اتنين اكس. ماشي؟ اتنين اكس ده هو مين؟ الارقام بتاعتنا. هو واحد. طيب الواحد دي طالع منها فرعين. ايه الفرعين دول يا جماعه؟ اتنين في تلاته. صح ولا لا؟ اتنين ده بكام؟ اف ار ار، لان الاف ده اللي مقبوله في الار، بالتالي التفاضلات كلها ده اللي مقبوله في الار بس. يبقى اف ار ار في فوق ار بالنسبه لاس. ار بالنسبه لاكس. ار بالنسبه لاكس بكام؟ اتنين اكس. تاني همشي بقى دي مسار اربعه اف ار اس ده مجهول برضه. في تفاضل اس بالنسبه لاكس اللي هو بكام؟ 2 1. اف القوس ده هو طبعا خمسه. يبقى انا مشيت على مسار واحد مفهوله همشي على مسار سته. سته هنا كده فاضل بالنسبه لاف اس. فاضل بالنسبه لاف اس مع تثبيت الاكس والواي اف ار يبقى فاضل بالنسبه لده. يدي لك السبب اللي جنبه يبقى 2 1. في افتح قوس 7 في 8 زائد 9 في 10. 7 ده اف اس ار. اللي هو نفس اف ار اس. لو ده اللي بتاع الكيس هو ايه هو؟ ار اكس بكام؟ 2 اكس زائد اف اس اس اللي هو 9. خلاص؟ في تفاضل اس بالنسبه لاكس اللي هو 10 اللي هو كام؟ 2 1 زائد 11 1. فاضل بالنسبه لاكس مع تثبيت الواي والاف ار والاف اس. وفاضل بالنسبه لاكس مع تثبيت الاف ار. الاف اس والواي ده كله ثابت بالنسبه لاكس. بدينا اف ار. المسألة مش سهلة، ليه بقى؟ هي الدال خسفت. أنت كده جبت مين؟ جبت التفاضل الثاني بتاع يو بالنسبه لاكس بس بدلاله مين؟ اف ار ار واف اس اس واف ار اس. دي اف وانا اللي بديله جمال وانت بتقول لي اف ده اللي مجهول. خلاص اول ما تديها لي هجيب الحاجات دي التفاضلات المجهوله دي خلاص انا خلصت على كده المساله. خلاص المساله اللي فاتت يا جماعه كان الاف والجي دول لو فاكرين ده اللي متغير واحد بس، يبقى كلمه داش المفروض ده تفضل بالنسبه لايه؟ متغير ده. خلاص؟ هنا الاف ده اللي متغيرين بس مش هما الاكس والواي. خلاص؟ طيب اللي ممكن اللي يغلط في المساله دي مين لف داش؟ مين لف داش؟ اكثر من مره اي حاجه بتقول لف داش، مين داش؟ الداش مقصود بيها تفضل بالنسبه لك داخل قوسين، وانت عندك حاجتين جوه القوس. حاجه بس حاجه. مفيش حاجه اسمها داش، في حاجه اسمها بارشل مش بالاولاني بارشل بالنسبه للتاني. طيب انا لسه مسمي الاولاني اسم الثاني اسم. هو البشر بالنسبه للار والبشر بالنسبه ليه؟ بالنسبه بس. خلاص؟ طيب شكرا اسبوع عليكم.